كان مزعجا بالنسبة للنظام الإيراني. فأيضا تم احتغالي عدة مرات، وأيضا طردت من العمل بسبب نشاطي الثقافي والسياسي والحقوقي. وأيضا في آخر المطاف هناك كانت مضايقات علي وعلى العائلة، فاضطريت أن الهروب من البطش الإيراني إذن هذه السود. هي المعوقات التي واجهتها هناك في الأحواز. هل وجدت ما يمثلها أو ملاحقات دولية وأنت في السويد أو في الخارج عموما؟ هل وجدت ملاحقات حكومية تجاهك وأنت في الخارج أو تضييقات؟ نعم بالضبط أخي العزيز، يعني أنت كناشط كنت في الداخل أو في الخارج، النظام الإيراني والمخابرات هي موجودة في جميع المخابرات الإيرانية، قصدي موجودة في جميع بلدان العالم، وتعمل بجهد ويوميا حتى تستطيع أن تشخص الناشطين الذي يقومون بالناشطين الذي يقومون يقومون بأعمال ونشاط ضد النظام الاستبدادي الديكتاتوري في إيران. نعم. وهذا أيضا من البديهي، يعني أنا كناشط في مجال حقوق الإنسان وأيضا كل الأخوان الذي هنا يعني تحت المراقبة، يعني حتى إذا تليفونيا أو الاجتماعات كثير توصل، يعني توصل لدينا أخبار بأن هناك أيضا بيوت المناضلين والناشطين الموجودين في المنفى. أيضا بين الحين والآخر نسمع عن أخ لأحد الناشطين أو أب أو أم أو أخت تم احتقارها، وذلك بسبب النشاط الذي الشخص اللي يقوم فيه في المنفى، فهذا نكاية طبيعي بذويه من النشطين. يا أخي. نعم طيب أستاذ نصر، يعني هل هناك فرق بين أن نقول أقليات وبين أن نقول قوميات؟ ويعني ما المسمى المعترف بكم في المنظمات الدولية والمنظمات الحقوقية على وجه الخصوص؟ شوف يا أخي، يعني سؤال جدا وجيه وسؤال جدا مهم بنفس الوقت. تلاحظ إيران دائما وحتى المعارضة الإيرانية في الخارج دائما في أي تقرير أو في أي شيء أو في أي مكتوب أو رسالة متعمدين يذكرون الأقليات غير الفارسية أو القوميات الغير فارسية، وهذا يقوم به الناشط الفارسي أو المعارضة في الداخل وفي الخارج عمدا وليس سهوا. وهذا الدليل، لأن لم يريدون يحترفون بأن إيران هي ليس فارسية، نعم. وهي إيران تتشكل من عدة شعوب، شعوب غير وليس أقليات. فهنا فرق شاسع ما بين الأقلية في خارطة إيران والشعوب في إيران. فهناك لا يوجد مصطلح باسم الشعب الإيراني، فلا يوجد، فهناك توجد شعوب إيران، لأن هناك الشعوب الموجودة في خارطة إيران يعني لديها تنوع بالثقافات وتنوع بالمناسبات وأيضا بالأديان هناك أخي. يعني أفهم من كلامك أن الأقليات هم هؤلاء الذين يتواجدون على أرض دولة قائمة بذاتها، أما أنتم فأنتم قوم من بلد مستقل ذي طبيعة مختلفة، وقامت السلطات الإيرانية باحتلال أرضكم، فأنتم يعني حينما أصبحتم جزءا من الكيان الفارسي لم تصبحوا أقلية، أنتم نعم قومية، أنتم قومية عربية مستقلة. بالضبط أخي. فهم لما يردون يطرحون الأقلية نعم. مكون من الخارطة الإيرانية، نعم. مكون من الدولة الفارسية وليس الخارطة الإيرانية أيضا، فإحنا أنتم ليس إضافة إذن مكون يعني. فارسي أو جزء من الثقافة الفارسية أو القومية الفارسية، بل إحنا شعب عربي عريق ذات ثقافة تختلف جدا مع الثقافة الفارسية. لدينا مقومات الشعب ولدينا مقومات كل بمعنى الكلمة. أو نعم أخي. طب أخي نصر، يعني دعني أسألك عن صور الحرمان والاضطهاد الذي تواجهونه من قبل السلطات الفارسية. نعم أخي، الحرمان في خارطة إيران للشعوب غير الفارسية، يعني نقدر أن نقسمه إلى أربع أجزاء. هو الحرمان الثقافي السياسي،
الاقتصادي والاجتماعي الموجود. فإذا هناك كثير من الأمثلة وكثير من النقاط نستطيع أن نشير. على سبيل المثال الحرمان الثقافي، الشخص العربي الموجود في الأحواز لا يستطيع أن يقرأ أو يتعلم باللغة العربية بلغة الأم، ومغرم أن يدرس إلى من الابتدائي إلى الدراسات العليا باللغة الفارسية، وأيضا يمنع أن تلبس زيك العربي في المؤسسات الحكومية. نعم في البيوت نستطيع أن نلبس الزي العربي، ولكن على سبيل المثال إذا كان مدرسا عربيا يذهب إلى المدرسة لا يجوز له أن يذهب بلباس عربي، بما أن يكون هو على أرض عربية وهو إنسان عربي. هذا الحرمان الثقافي اللي موجود، وكثير أيضا الحرمان السياسي. أيضا في محافظة ما تسمى خوزستان اللي التقسيمات الجغرافية، السلطة الموجودة في المحافظة اللي ما تسمى بخوزستان اللي يسموها، يعني لا يوجد هناك إلا 3% من السلطة في المحافظة إلى السكان الأصليين وهم العرب. فهاي الكارثة هنا، بما أن 90% من أرض الأحواز هي تتشكل من السكان العرب،